الظاهر الرسائل واضحة، رسائل أنت تطلع عقتلك، تمام؟ أنت تحكي مجرد على تغريدة أحكمك 3 سنوات، مثل ما صار مع هذا الطفل، طفل مو شاب، والله عمره صف سادس إعدادي، تمام؟ ابن عائلة محترمة، طقت روحه سوى له تغريدة. هسه إحنا هذا التجاوز نقول يا بن ما مقبول، لكن إنه سويتوا له تأديب أخذوه من الحشد دقوه دقة من هاي التمام 16 يوم يرجع علي إلا حكمه يريده 5 سنوات مو 3 سنوات، على مود تغريدة 3 سنوات والله شنو هاين أهان مؤسسة الدولة. الاستعراضات العسكرية من الميليشيات بالشوارع ما مو أهان المؤسسات الدولة، تجاوز على 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 مناصب إنه رئيس وزراء غير رئيس وزراء، بغض النظر أنا عندي مشكلة كبيرة مع الكاظمي، لكن إش كم فصيل تابع للحشد تجاوز على مصطفى الكاظمي باعتباره رئيس وزراء، وأنا عندي إنه أكثر واحد هاجم مصطفى الكاظمي، لكن كرئيس وزراء إش كم واحد هاجمه؟ ليش ما اعتبرت ليش هاي مو مخالف للقانون؟ باسم الزعاك اللي غيبته نفس الجهة اللي رفعت دعوة على شو اسمه على حيدر الزيدي، هو راح للتظاهرات يغطي تغطية إعلامية، هسه عندهم مشكلة ويا لابس بين علي فتشي، ليش ما سلموه للقضاء؟ صار له تقريبا سنة ونص وعائلته ومغيب ومن عرفه ميت لو عدل، تمام؟ الحرامية اللي سرقت نعم الحرامية اللي سرقت الدولة وباقت الدولة ونور زهير وغيره أنا اسمح لي بس أقسم الوقت بطريقة صحيحة، تفضل رد أستاذ عماد. خلي أبدي من حيث انتهى، يعني هسه أنت تقصد أنه مؤسسة الأمن غيبت هذا الشخص اللي باسم الزعاك. باسم راح التظاهرة؟ لا أنت تقول لي نفس الجهة اللي حكمت حيدر غيبت، هذا اتهام واضح. اسمعني ما تخوفني، لا تخوفني، لا تصيح، لا ترفع صوتك، اسمعني أنت اسمع لا ترفع صوتك، تقولني هاي السالفة أنا ما أشتريها. بإمكانك أن ترجع تسجيل الحلقة وتشوف أنت إيش قايل. اسمع تسجيل الحلقة فيديو مثبت بث مباشر، جو الحشد اللي هم كانوا طالعين تظاهرات واضحة وضوح الشمس، أخذوه قالوا نحقق وياه، قالوا جسمه صار له سنة ونص، ما هو وين راح؟ هذا السؤال عزيزي، عزيزي هذا السؤال بإمكانك أن توجهه لهيئة الحشد تقولهم هو جاي نقول وين راح؟ هذا أنتم أخذتوه وين راح؟ أنتم أخذتوه، أنت أثبت أنه ماخذينه وطالب هو تظاهرتهم عزيزي، وأمن الحشد هو اللي كان مفر الحماية لهذه التظاهرة. طالب أنت طالب كناشط كمحتاج طالب وأرفع دعوة قضائية على هيئة الحشد وقول ذولا اعتقلوا فلان واللي هسه ما بين زين؟ مال ترفع صوتك بهاي الطريقه مو مقبول. لا عيني لا تريد تقولني، لا مو اقولك على انه على اساس تسوي لي فتشي، مو اسوي لك فتشي، مو اسوي لك دعاوى، مو اسوي لك فتشي، مو اسوي لك فتشي، ما اخاف من دعاوى وما اخاف من اكبر جهه، واحنا ايضا عندنا ناس، عندنا ناس مغيبه مو بس لاحق لهذا حيدر الجسمه. استاذ احمد والاستاذ عماد الوقت هو وقت شوف جهه والثانيه غض النظر عنها، ستونا عزيزي هاي الطريقه ابدا ما مقبوله، وهذه الطريقه اصلا مو منطقيه. يتكلم منطقيه حتى انت تتكلم بمنطقيه، حاوركم منطقي، انا اعرف شلون اتكلم بمنطقي. طيب. انت ما تعلمني شلون اتكلم بمنطقي. زين.